كما تم العثور على بعض الفحم المجهري، إلا أنه قد يكون لازما عن شريط طبيعي. في أكيد ما تم العثور على قطع ملحومة يبدو أنها تعرضت للحرب في المنطقة، إلا أن الصخور ربما تعرضت لإعادة الاحتراق بسبب أنشطة بركانية محلية. تلخص أن العثور على هذه الصخور التي قام بعملها الإنسان الموجود في العصر الحجري القديم وفي وادي نهر أواش الأصفر، تم العثور على مناطق منخفضة مخروطية الشكل تحتوي على طين أحمر ربما نجمت عن درجات حرارية تصل إلى 200 درجة. أعتقد أن تكون هذه المواهب عبارة عن جذوع للحجر المختلط. ربما كان هؤلاء البشر بحقها بعيدا مثل سكن كما كان العثور كذلك على احجار مختلطه في وادي اواش، الا انه توجد احجار مختلطه كذلك في مثل سكن. وهناك ادعاء بان هناك موقع في جسر بنات يعقوب في فلسطين قام فيه الانسان القديم عن نيران قبل 790,000 عام من الآن، فإن هذا الادعاء هو أكثر من